ومعنا في الاستديو أحمد والأحمد، رئيس رابطة طلبة المهندسين الموريتانيين بالمغرب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يعني عاشر ملتقى للمهندسين الموريتانيين بالمغرب، إلى أي حد لمستم جدوائية مثل هذه الملتقيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. رابطة طلبة المهندسين الموريتانيين بالمغرب هي رابطة أدلوها شباب في المغرب، تأسست عام 2005. وهذه الرابطة الهدف الأساسي منها هو أنها تربط الطالب المهندس بعالم المقاولة في موريتانيا خاصة. هذه الرابطة عندها كثير من النشاطات في المغرب وفي موريتانيا. من هذه النشاطات هو الملتقى الذي تنظمه الرابطة كل عام في نواكشوط. الهدف الأساسي منه هو التقاء الطالب المهندس بعالم المقاولين في موريتانيا، ولمس طريقة تغير عالم المقاولة في موريتانيا. يعني كل دورة يناقش الملتقى موضوع يلمس الطابع العملي في موريتانيا، لكي يتكيف طالب الخريج طالب المهندس مع هذا العالم حين يأتي باحثا عن العمل وباحثا عن ولوج هذا السلك المقاول. طيب، يعني ما أبرز المواضيع التي سيتم نقاشها خلال الملتقى الذي تنظمونه الآن؟ كما أسلفت عشر ملتقى يعني. أبرز المواضيع هي في ملتقات قادمة ناقش الملتقى مواضيع عن الطاقة، الإنرجي رينوفالابل في موريتاني، وناقش لومبلوي لونتربرناريا، وناقش لا موريتاني بلاتفورم دانفستيسمون، وناقش لي تيموياج دو لاندستري دو بيش. يعني هذه كلها مواضيع تدخل في جانب من جوانب الاقتصاد الموريتاني. هذه دورته العاشرة، بما أنه هو فما تياها عاد فم مدارس مهندسي مدارس الهندسة في موريتان، اخترنا نعودوا نعدل معهم شراكة إياك نقدون نتكلموا عن وضعية الطالب المهندس في موريتانيا، والوضعية ديالات تعود عليها. طيب، يعني ماذا تنتظرون أن تخرجون به من هذا الملتقى؟ يعني ماذا انتظر تتوقع انت هو الهدف من هذا الملتقى هو خروج بنقاط تكون إيجابية بالنسبة للطالب المهندس. مثل ماذا مثلا؟ يسوى أيار مرقب والله هنا في موريتانيا. من هذه النقاط هو أنه أولا يتكيف الطالب المهندس مع لا فورماسيون اللي لا يجبر تعود تكوين لا يجبر. تكوين يعود تكوين كيف كيف تكوين طلب المهندسين في البلاد الأخرى، ونقاش وضعية طلب نقاش وضعية طلب طالب المهندس، ومعرفة أن فهم طلاب مهندسين تهمهم وضعية طالب المهندس، وبالتالي ما يعودوا غير معروفين ويجوا يعدلوا الولوج المسابقات للاكتتاب. وبالتالي تم هاي الرابطة تهدف أنها تتعرف بهم وتعرف بهذه النخبة من الوطن. طيب، يعني شنو تقييمكم لحاضر ومستقبل المهندسين في موريتانيا؟ المهندسين الموريتانيا كما أبرزنا اليوم في الملتقى، قلنا عن الانجينير هو سيتان انيماتور. منعش يعني. كيف ما انتم تعنيموا مثلا عن ديبا هناتي، قال هو ان انيماتير في لوموند بروفيسيونيل، يعني العالم العالم متخصص المتخصص فيه هو. يعني ما اي شركه اي شركه ما تقدر تقدم ولا تقدر تعدل اي شيء بدون ما فهمتها ان انجينير انيمي دوك لي تكنيسيان اللي فيها، والله ان انجينير يطرح ان بلاتفورم دي بروجي، والله يعدل. يعني هو الراس، هو الراس اللي يلتو جاري ذا كامل، والناس اللي تحته لا حد انها تعدل كيف تنفذ ذاك اللي طرح هو كوم دو بلان ولا ان ستركتير دو بلان. هي هي الدوره العاشره. كنا نبقون حضور وزير التعليم وغير ما قد جينا، مشان مدير التعليم العالي، وكذلك غير كانت فما تيها حضور مدير المدرسه المعادن في موريتان، وناقشوا الوضعيه وجبروها زاد هي انها زينه عندهم، انهم يقال لا نحن تو ما جيناهم متعطلين شوي، بدنا يعني نحن عندنا ظروف دراسيه زاد نحن تمنعنا ان نجوا للبلد بوقت مبكر شوي ياك نقدروا نعدلوا لهم النشاطات. على المستوى الرسمي، يعني هل تلمسون في السياسه في سياسه العمل للحكومه اهتماما بالمهندسين؟ طبعا على حسب قول الحكومه فهم اهتمام بالمهندسين. يقال نحن نعانون من مشكلة عنها كل عام، الرابطة تجي للحكومة تجي هي ما دور عندها طلب مادي ولا شيء،
يعني هي جهة دور لا حضور ممثل الحكومة، يعني ياك الحكومة تعلم من فهم رابطة. وبالتالي للأسف نجبروا ياسر من قلة الاستماع، سيرتو الناس اللي تسبق فيها. تقول تقعد الناس الورانية ما عندها مشكلة اللي تفوت تلحقها، غير الناس اللي دونها هي اللي تسبب لك مشاكل. أولا لا يما لعد عندك طلب ما يتم فهم المكتب ما يدخل، ما هو بعد أسبوع من وضع الطلب والله، يا إما يعود عندك فماتي يعود فماتي ياها سكرتير ويقول لك عن الوزير والله المدير إنه ما هون إنه ما يلقى. طيب انت يعني في الملتقيات السابقة ايش حققت؟ 9 ملتقيات سابقة للملتقى ايش حققت؟ في الملتقيات السابقة أنا انتميت للجمعية، بدأت نحضر ملتقياتها من إدريس عمان. في الملتقى يعودوا فما تياها يعودوا فما أساتذة، أساتذة عندهم وزن وعندهم قيمة، و بيه اللي كما قلت لك كل موضوع كل ملتقى عنده كل عام موضوع، لكن الموضوع ينقبض له أساتذة يتكيفوا معاه ويتكلموا يتكلموا عنه. هذا مفهوم انتم مش حققته يتكلموا يتكلموا عنه. هذه الملتقيات أولاً يكون فما تياها تعريف بطالب المهندس، يعني ذيك الخريجين اللي يتخرجوا من يكون النسخات نين جاوا المقاولين وجاوا هذا هم ما يعرفون كطلبة مهندسين جاوهم قديما، يعني تعارف حصل تعارف، والتعارف هو أهم شيء، وربط العلاقة هي دائما تحقق. طيب هذه السيد أحمد الجمعية ولا أحمد رئيس رابطة الطلبة المهندسين.